السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. الشرطي السابق هشام الملولي يطلب الزواج من الفنانة المغربية دنيا باطمة، فخليكم معايا اخوتي باش تسمعوا شنو قال وتشوفوا شنو نزل على الحساب ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فبعد ما خرجت الفنانة المغربية دنيا باطمة بث مباشر على الحساب ديالها اللي خلق ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي واللي تعاطفوا معها الناس داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وبزاف ديال الناس اللي بكوا معها وتضامنوا معها وطلعوا الهاشتاغ بكلنا دنيا باطمة حيت تعرضت للخيانة وبزاف ديال الحوايج من طرف الزوج ديالها. فهشام الملولي نزل بوست على حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اللي كيقول فيه: نسحي دموعك يا الفنانة بنت الفنان يلي سيدنا محمد السادس اعطاك الوسام. لايف ميمكنش، هي كتبكي وانا كنبكي، واخا ما بغاوش يهبطوا لي الدموع. بقيت كنترعد معاها، ما قدرتش حتى نكتب كلمة في اللايف، نواسيها وما قدرتش نشوف بطمانة ديالي كتبكي. تقطع اللايف، مشيت للطواليط حاشا وجهكم، غسلت وجهي وانا مصدوم لدرجة شي ساعتين وانا سناكل بلا ما نحس. دنيا ما بغيت نشوف حتى دمعات نزل من خدك، بربي حتى نجبدها تتبري الحبيبة الطويلة. حنا معاك الا كان العالم ضدك، يا ضربة تجي فيا وما تجيش فيك يا بطمانة ديالي. غير امري نجيب 10 من الحاجة. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.